biasanya nggih bakdone donga kebiasaan kita waktu ting mriku ting Hadramut ting Tarim niku kotane sahibul ratib sing aran ratib niku biasane bakdone donga umum niku lah niki sakniki wayane donga khusus kula Allahumma sholli wa sallim jenengan hajati piyambak-piyambak ngertos nggih sak menit napa nggih lek hajati dereng kabeh Allahumma kabeh ya Allah ngoten nggih Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal 'afata min al-hamd Allahumma ya farij al-hamd ya kashif al-ghamd ya man abdihi wa rabbana hab lana min sawjid ya sayyidina Muhammad inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah tara al-kathir min al-hamd wa sakhir ingdi hawajana dunya wa akhirah wa lana salihin salihin bi man hada jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'zuma wa la taj'al lahumma fina wa la hawla wa la shaqqa wa la hawla illa billah sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil عالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عليم سر منا لا تهديك ستر عنا وعافينا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عليم سر منا ستر عنا وعافينا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عليم سر منا لا تهديك ستر عنا وعافينا واعفو عنا وكن لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل ولم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل والمسلمين يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه يا لطيف يا عليم يا خبير يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول إلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمل فامنن علينا بالإقبال وكن لنا واصلح البال يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب
أتوقد بتال أسباب مستدركا بعد ما مال يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا مجيد الخليق طرا وموسع الكل برا أسألك إسبال ستراك على القبائح والأخطال يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي وصلي قصودي والأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاؤك الدائم الحال يا من يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا وال أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال وحب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وحشوها آفت وشغال يا ويح نفس الغوية عن سبيل سوية أضحت تراوج علي وقصدها الجاه والمال يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالأكبال قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجال يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل وجمال يا ربي عبدك ببابك يخشى أليم عذابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك هطال
وقد أتاك بعذري وبانكساري وفقري فاهزم بيسرك عسري بمحض جودك والفضل وامنن عليه بالتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الأمثال جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والجلال يا ربي أنت نصيري فلاقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الأجال وصلي في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي دال والحمد لله شكرا على نعم منه تجرى نحمده سرا وجهرا وبالغدايا والأصال